اهلا بكل متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، معاكم نورهان جمال من محافظه الاسماعيليه ومن عند اقدم اشجار العالم التين البنغالي. التين البنغالي هي شجره هنديه كانت موجوده من ايام الخديوي اسماعيل. تعالوا نعرف ايه قصتها. صمدت في وجه الزمان وتجاوزت الحرب وما أثرتش فيها عوامل الزمان والمناخ، لتبقى شجرة التين البنغالي في الإسماعيلية من بين أكبر الأشجار المعمرة في العالم، واللي بتحتفظ بتاريخ ممتد من الذكريات السياسية والاجتماعية والثقافية لأهالي المحافظة. للشجرة امتداد بيضرب بعمق في جذور التاريخ، وأوصى الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعدم إزالتها خلال فترة تعمير الإسماعيلية بعد الحرب مباشرة، وصولا إلى اعتبارها أحد مقاصد الترفيهية في المحافظة. هناك 4 أشجار فقط من هذه النوعية النادرة، واحدة منها بالقرب من برج القاهرة، وشجرة في بورفؤاد، والتالتة في القناطر الخيرية بحديقة المتحف، والرابعة في حديقة بالإسكندرية. البداية كانت لأشجار التين البنغالي اللي وصلت مصر كان أصدر الخديوي إسماعيل خامس حكام مصر والعالم من الأسرة العلوية قراراً بجلب مجموعة من أشجار التين البنغالي من الهند، وأمر بزراعتها في مختلف المحافظات زي القاهرة، الجيزة، والإسماعيلية، والأسكندرية لتزين الشوارع. طبعا واهتم بيها المؤرخين والمثقفين بالنوعية دي. شجرة التين البنغالي هي من النوعية المقدسة جدا عند الهنود، واللي بيصنعوا من ثمارها الحلوى المقدسة، فضلا على انها بتشفي ما يقرب من 90% من الامراض زي الكبد وامراض الجهاز الهضمي والصدر. وقال أحد المؤرخين بمحافظة الإسماعيلية أن الشجرة بتمتد جذورها إلى التراب للآخر، وتبدأ تتشكل وتتشعب بشكل متنوع، وده اللي بيجعل شكلها جذاب ولافت للنظر، وبالتالي بتبقى مع يعني مرور الزمن وبترفض الاندثار رغم التحديات المناخية. شجرة التين البنغالي اللي بالإسماعيلية هي ما بين أضخم الأشجار في العالم من حيث الحجم والظل، زي ما حضراتكم شايفين هي كبيرة جدا 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 لدرجة إن هي بتعمل ظل كبير جدا لكل يعني الأهالي اللي عايزة تحتمي من الشمس. وهي موجودة في شارع محمد علي، واللي أطلق عليه شارع محمد علي هو الخديوي إسماعيل تخليدا لذكراه. وعندما تولى يعني احد المحافظين في محافظة الإسماعيلية منذ سنوات، كان في هناك تغيير في مسار الكباري والمحاور المرورية بشارع محمد علي، الى انه يعني ايضا استمر في الحفاظ، ويعني اهتم جدا بعدم قطع يعني شجرة التين البنغالي، وجرى تحويل المسار بعيدا عنها. وقال عنها الجنرال تشارل رجل السياسة الفرنسي في خطبته للفرنسيين أثناء زيارته للإسماعيلية عام 1940 بعد احتلال هتلر لفرنسا، وقال إن هي بتعد الإسماعيلية من المزارات السياحية، خاصة المنطقة اللي فيها الشجرة دي.
وزي ما حضراتكم شايفين بشكل يعني غريب وجميل جدا جدا جدا. سبحانه والخالق، سبحانه والخالق. وطبعا هي يعني عامل زي ديكور فن جميل جدا جدا جدا، بيقصده زوار محافظة الإسماعيلية لالتقاط الصور التذكارية، خاصة يعني أغلب العرسان وأغلب يعني الأجانب بيحبوا يجوا يتصوروا وياخدوا صور تذكارية بين جذوع الشجرة، جذور الشجرة اللي حضراتكم شايفينها. طبعا هي شجرة جميلة جدا 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 أبدعها الخالق زي ما حضراتكم شايفين. وهي أصلها يعني شجرة هندية. خليني أقرب لكم كده. هي مجموعة يعني حوالي 4 أشجار في منطقة واحدة، وهي من الأشجار المثمرة، من أكبر الأشجار وأقدم الأشجار المعمرة زي ما حضراتكم شايفين. خديوي إسماعيل إنه يزين إسماعيلية بالأشجار، واللي أصبحت يعني مزار سياحي وقبلة لكل زوارها في مختلف الأنحاء. بنشكركم وبنشكر كل متابعينا الكرام. على بكبير ميديا كان معاكم نورهان جمال من محافظة الإسماعيلية. وزي قبل ما نمشي يعني دي جذورها من تحت زي ما احنا قلنا لحضراتكم انها بتتشعب وتتنوع بشكل جميل جدا. شكرا لكم وشكرا لكل متابعينا الكرام في كل مكان. كان معاكم نورهان جمال من محافظة الإسماعيلية.